مساء الخير لكل مشاهدي لو تي في، معكم نحن من قاعة المينا بطرابلس بعرس جديد من أعراس الكرة الطائرة اللبنانية. الملعب مليان عن بكرة أبيه، حوالي 3500 متفرج بالقاعة، وفي حوالي 500 متفرج على الباب ما بيقدروا يدخلوا لأرض الملعب. مباراة الزهرة والأنوار قد تكون الأخيرة هالموسم، لأنه الزهرة تقدم 2-0 بعد ما ربح المباراة الثانية بقاعة المر. اذا دغري رح نروح لاسامي اللعيبه قبل ما انا وزميلي عصام نكون نحن وياكم مشاهدينا بالتعليق. فريق الزهره: ميهايلو ميتيتش رقم 1، قاسم الحسم 2، درار عبيد 3، غازي فنج 4، عمر قماح 5، جميل عبيد 6، ارتور الزايك 7، رفيق رزق 8، كارفن بينيروا 10، نيمانيا دوكيتش الصربي 11، كريستيان عسيف وهاني حليحل والمدرب سيمو عطلة. اما فريق الانوار فبيمثلوا اليوم البولوني الجديد فويتشيك جايلسكي، ألان كوميل السلوفيني، أنخل دينيس الكوبي، بيير فارس، عمر عبد الأحد، جوزيف نهرة، إيلين نار، جوي أبو شلحة، وسام الحسري، دوموتور، والمدرب سينيسيا ريلجيج. عصام مساء الخير، يعني فول هاوس اليوم للزهرة، ومباراة 2-0 متقدم فيها الفريق المضيف، مباراة عم تنطلق، شو بتتوقع؟ لوك رح نشوف مباراة كثير حلوة، بالأخص إنه المباراة الثانية اللي كانت على أرض ملعب المر كانت على نقط، يعني صحيح 3-0، بس يعني في البارتيات على نقطة ونقطتين، يعني على أغلاط صغيرة من الفريق تبع الأنوار. أنوار ظهره للحيط، ما عنده شيء يخسره بقى، وفريق الزهرة بده يربح البطولة، يعني متحمس أكثر تربح البطولة. يعني النتيجة عم بتصير 2-0 للأنوار. أول بلوك كان بأرض الزهرة وحالياً بلوك من دوموتور 2-0. مظبوط، وعبينيروا البلوك يعني. وتغيير لعيب أجنبي، يعني فويتيك جايلسكي البولوني قديه بيأثر؟ كان مرة الماضي معهم، بس كان أول مرة بيلعبوا، كان بعده واصل بنفس النهار. مبدئياً المفروض يعني يأثر شوي بالفريق. إذاً مشاهدينا، قاعة المينا بطرابلس عم بتعج ب جمهور كبير، والمباراة عم تنطلق بنفس الوقت نهائي أو المباراة الثانية ببطولة السيدات. هون أرتور إرسال بعيد منه خارج الملعب، 3-1 لفريق الأنوار. بطولة السيدات خلصت 3-0 لفريق لمتين، يعني لمتين توج، مبروك للمتين. دوموتور على السيرفيس، جابسر، استقبال من أرتور، كارفن بيسجل 2-3. تقدم لفريق الأنوار مع درار عبيد. أكيد صبايا الإكس إكس إل موجودين، إكس إكس إل إنرجي درينك يلي هو راعي بطولة لبنان. درار استقبال من دوموتور، زالينسكي، جالينسكي بالاوت 3-3. بالإعادة عم بيطالبوا بتاتش، بعيدة عن تاتش، 3-3. درار من جديد بالفيلي، درار 4-3. رئيس نادي الزهرة عبد الله جبر والأمين العام ماهر ضناوي ونائب رئيس الاتحاد، أكيد رئيس الاتحاد كان عم يتوج السيدات بعد ما وصل على الملعب. استقبال منيح، دوكا، بلوك اوت من دوكا. مباراة متقاربة لحد هلا. طابة طابة. هي كل المباريات اللي لعبت عم كانت كل البارتيات طابة طابة. عم تفرق على سيرفيس أو على بلوك عم تكون. جمهور مثل هيدا بيأثر على لعيبة البولي بول عصام؟ هلا بالنتيجة أكيد جمهور بيأثر، بس اللاعب بقلب الملعب ما بيحس، يعني ما بيفكر أبدا طول ما هو ما في شيء مباشر عليه. يعني كارفن بالفيليه هلا بعد البداية عادة، بس ما بيغلط. أنخل دينيس الكوبي، استقبال من أرتور، واو دوكيتش عم بيعادل. بدي اذكر انه اذا هالمباراه كانت الاخيره وتوج فريق الزهره الليله، اتحاد الكره الطائره رح يوزع جوائز
على دريم تيم وعلى افضل لاعبين بالمهارات الخاصه بالفوليبول، وهيدا كله بفضل فريق الاحصاءات جون ابو جوده ساره ورالف. اوه دوكيتش عم بيسجل اول ايس واول تقدم للزهره 6-5. عطول عندهم افونتاج كوريا الزهره بالسيرفيس، يعني قد ما يكون سكور بيجي حدا بيعمل فرق يعني عطول. هيدا نيمانيا دوكيتش اللاعب السربي، واجواء رائعه ببطوله لبنان اكس اكس ال انرجي درينك من قاعه المينا بطرابلس. دوكيتش على الاستقبال، اوه ضربة خاطئة من الانوار والزهره عم يتقدم 7-5. هون بيير ما بيطالع للطابة، حاول جاليلسكي يشيلها. 7-5 لأصحاب الأرض. فريقين التقوا لحد هلا 36 مرة رسميا، الزهرة ربح 21 والأنوار 15. طابة داخل الملعب، أول نقطة بيسجلها البولوني فويتشيك جايلسكي 6-7. ماضي كان عم يلعب فينال هون بس مع فريق الزهرة. صحيح، هيدا جايلسكي بلوك بالاوت، اول تكنيكال تايم اوت بالجيم لمصلحه فريق الزهره. بالاعاده لعبت الزهره بتحسهم كثير مرتاحين وربحانين ماتشين وتقريبا صاروا حاسين انه الفينال بايدهم، هيدا شيء منيح ومش منيح بفرق وقت. وصل بهاللحظات رئيس اللجنه الاولمبيه رئيس اتحاد الكره الطائره جان هميم، صار بالمنصه الرسميه، وايضا في ممثل وزير الشباب والرياضه استاذ جوزيف سعد الله، الرئيس السابق لنادي الزهره عبد القادر علم الدين، ياسر عبوشي مدير القاعة، ونائب رئيس الاتحاد أسعد النخل، أمين عام نادي الأنوار زياد يزبيك. يعني الجمهور ما في يخبركم مشاهدينا حول الملعب أكثر من يلي بالمدرجات. والإرسال لكريستيان عسيف حكيم هالمباراة الدولي حنا الزيلع والدولي بسام جميل بالفيليه من كريستيان. مسجل مروان ازيحة، مراقب فني نخل نصيب، مراقب حكام اميل جبور، وحكام خطوط بسام ملاط، عماد بو فرحات، عبد الله الغوش وربيع الحاج يوسف. كونترا اتاك لفريق ارتير برات لونتين، برات لونتين 8-8 التعادل عم نشوفها. طابة برات لونتين تعادل 8-8. بيير فارس بلوت، استقبال من ارتير وبيسجل ارتير. ممثل وزير الشباب والرياضه، وهيدا سينيسيا ريلجيتش مدرب الانوار بالاعاده. ارتير داخل الملعب عم يستعملوا وسام الماكسيم مع ارتير و الكسور على طول عم بيعملوا هالميلي. ميهايلو النار بيستقبل زالينسكي، طابة كونتر اتاك بينيروا، بيتعرض للبلوك بينيروا. عادة بيشوطوا من دياجونال هون بينيروا. زوزو نهرة كابتن الانوار وسام حسري، هون في نروة بيسقط من فوق البلوك 10-9. عم
يحاولوا يركزوا بلوك قد ما فيهم على بينيرو. ارتور زيك جامب سارد استقبل من دو موتور جاليلسكي تابي كونتر اتاك للزهره بينيروا كمان تابتو بتتهدى وسام بيعلي انخل دينيز تتخلص تابتو ارتور انخل كمان بيخلصها يميل دوكا دوكا بسجل دوكا 11-9 ارتور واحد من افضل لاعبين الموسم دوموتور بيستقبل وطابه بيربحها انخل دنيز 10-11 بالاعاده طابه انخل دومي ارتور بيستقبل دوكيت طابه بتتخلص بتتهدى الطابه انخل بيضرب بيسجل انخل وبيعادل يعني مش معقول هالمباراه ماشي سريعه كثير بريف منيح عم بيكون في ديفونس عم بيكون في كونتر اتاك من الفريقين ما في مجال للغلط نقطة بنقطة وإذا فريق بيتقدم نقطتين بيرجع الفريق الثاني بيلحقه الأنوار روح فرصتين عليه من استقبال كمان هيدا دومي يعني الزهرة عم بيكون عنده بلوك ديفونس كثير منيح دوكا بيستقبل بينيروا داخل الملعب كورفن بينيروا أفضل لاعبي الأجانب بتاريخ الكرة الطائرة اللبنانية درار عبيد نار بيستقبل جاليسكي زوزو نهرة بيخطف وبيعادل هيدا اول كونتر اتاك خطف بالماتش بالثلاث نتوشة عند زوزو زوزو بيمتاز بهودي طبيعة الكونتر اتاك وعادة بالفرنسيف تبع الفولي بالكونتر اتاك بتلعب اكثر شيء على الكروس وعلى الخطيف اذا كان طابة منيحة هيدا زوزو نهرة ارتور بيستقبل بلوك بيير فيريس وهذا كمان غاب عن بيير فيريس الماتش الماضي بيير فيريس بعد اصابه يعني راجع اليوم الاداء عم بيكون بالفريق تبع الانوار شوي نتفه احسن من قبل وفريق الزهره بعده مكمل 13-12 للزهره وهالمره دوكا بيعادل هلا فريق الانوار مركز سيرفيسو على ارتور وهاو صبايا اكس اكس ال بالملعب يعني مثل ما اكس اكس ال مولعه اجواء بطوله لبنان ثلاث نقاط لدرار ثلاثه من سته جايلسكي بلوك اوت 14-13 للانوار انخل يميل بيستقبل كريستيان عسيف بيسجل ما معقول ملا مباراة في كتار من عشاق الفولي بول عم يتمنوا ما تخلص على السريع طبيعي نحن اذا بتيجي لرائنا اذا بيطلعوا خمس نتوشة بيكون كثير منيح بس مش لرائي الفرقة اكيد الانوار بتنسمهم الزهرة ما بتنسمهم دوكا استقبال منيح عند الانوار بيير فيريز كونتر اتاك جايلسكي
بلوك اوت 15-14 لفريق الانوار. يعني من المفارقات انه السنه الماضيه الانوار متقدم 2-0 ورجع الزهره ربح، هلا الزهره متقدم نحن والمشاهدين واكيد سمو عطا الله عم نشوف رده فعل تبع لعيبه الانوار. اوه ميهايلو بيحبوا للخدع ميهايلو ميدين، هذه الطبيعة مش مسموحين بهالوقت، يعني المفروض يكون في لاعبين اطراف مقربين لانه على طول بيلعبون هذه الطبيعة. يعني يقرب ويرجع يعني عصام لوحة متكاملة اليوم، الماتش فنيا رائع، جمهور رائع جدا جمهور طرابلس والمينا الليلي. هيدي المنصة الرسمية بالملعب وما في خبركم الجمهور، هلا اكيد بعد شوي بفرجينا المخرج كل الجماهير الموجودة. كريستيان السيف بالفيلي وتكنيكال تايم اوت للانوار. اللي فريق الانوار عنده اللي النار عنده اصابه ما كان راح يلعب اليوم، ما بعرف على اي اساس اجى لعب. خلينا نشوف توب سكوررز، نيمينيا دوكيتش 5، انخل دينيس 4، جالينسكي 3، كريستيان السيف 3، وكارفن بينيرو 3. بشكر كل اللعيبه اللي هلا محركين في دوماتور بعد ما اخذ حقه لهلا. كمان هلا عم بيقولوا لي انه بساحه الجروبي بالمينا كمان في حوالي 1000 شخص عم بيتابعوا المباراه متجمعين. لهلا الزهره عنده 5 سيرفيسات خطا ومنهم ايس اللي هي عاده ما بتكون موجوده عنده بالفريق. بيير فيريس استقبال من ارتور ديرار، تابتو كونتر اتاك للانوار، انخل دينيس بهدية دوكيتش كمان بلوك، طابة عم تتهدى ارتور من جديد والبلوك اوت، التعادل 16-16. الطابة راحت 3 مرات. بذكركم مشاهدينا انتم معنا مباشرة من قاعة المينا بطرابلس نهائي بطولة لبنان للفولي بول اكس اكس ال انرجي درينك. ميهايلو ميتيتش النار بيستقبل دوموتور، تابتو عم بيهديها يميل بصدره، ترجع كونتر اتاك للزهرة من جديد، دومي دومي الطابقين طابقين اذا فينا نشوفها. شو بينت عليك؟ بينت انا شوي مبينه برا بس اذا ضيقها بالزيح من جوا ما بعرف. مبينه مجرد لمس الزيح كانها برا. 17-16 للانوار. الحكم سيد الملعب. لا هو بيشوف اللاين من هذيك الجهه. ايس لا وسام الحصري مع انه طابه كثير هينه. معنويا الانوار اذا قدر يربح المجموعه الاولى بيحط ضغط كبير على الزهره. هو بده يحط ضغط على كل الماتش، يعني فريق الزهره ما بيستسلم يعني. هيدا وسام من جديد هالمره ما بيتركها ارتور، بيطلع ارتور بيضرب بيسجل 17-18. بالإعادة طابة أرتور الموجود على السيرفيس. استقبال عاطل من البولوني جايلسكي، التعادل من جديد 18-18. خمس نقاط 4 من 7 وايس لارتور. هالمرة دومي بيستقبل
وزوزو نهرة بيخطف. رالف زميلنا وصديقنا بنشكره على كل شيء عم تشوفوه من احصاءات. على ارسال دومي انوار فرق نقطة. طابة بتتخلص بس اكيد كونتر اتاك للانوار. زوزو نهرة على يميل بيسجل 20-18. يعني لهلا اليوم وسام عم يقدر يستفيد من زوزو اللي هو مفتاح معه بكل انتوشي، ما في ماتش بيسجل 14 نقطة. تايم اوت لسيمو عطلة. توب سبايكر جوزيف نهرة 100% من ثلاثة، ميهايلو ميتيتش 100% من طابة، نيمانيا دوكيتش 80% من أربع طابات، كريستيان سيف 75% من ثلاث طابات، وأرتور زيك 57% من أربع طابات. أجواء رائعة بقاعة المينا. وهيدا جمهور الزهرة. دومي على السيرفيس من جديد. يميل كونتر اتاك جديد وزوزو عم بيسجل. زوزو نهرة 21-18. الفرق عم بيزيد. تبديل تكتيكي عند سيمو. غادي الفنج عم يدخل بدل من جرار عبيد. بده يوقف له ارساله لدومي. بده يوقف ارسال دومي، وكمان لانه ديرار صار قطع عليه طابتين بركي مشكله شوية ارباك يعني. لا هيدا دومي. دوكا بيهدي كاربن بيسجل. كاربن بالإعادة. طابة كاربن بينيروا. وغازي عنده سيرفيس فلوت مزعج شوي. بده جامب اليوم. وبيسجل انخل دينيس. فرق 3 نقاط للانوار جديدي. زوزو نهرة. استقبال من يميل. كريستيان بيرد وبيعطي النقطة العشرين لفريقه. سيناريو زيتو بينيروا على 20-22. يلا ونشوف نحن وياك. بأغلبية التوشن للعب يتعطوا له هالسيناريو هون. بينيروا عم يرجع يفوت فريقه على السكور. تنشوف. وعم بياخذ السات يعني. أعصار بينيروا بالأوت. مش ظابطة اليوم. مش ظابطة معه اليوم. 23-20 انوار عم بيقدر يحافظ على فرق 3 نقاط. هذا اجمالا مقطوع فات على فريق انوار هلا. تايم اوت جديد لسيمو عطلة. ودينيس باخر اخر ماتش اللي قبله هلا واليوم عم بيكون كمان موفق بالسيرفيس. يعني اجمالا فريق الانوار اليوم عم بيستعمل كل سلاحاته، وفريق الزهره لهلا سلاح السيرفيس الاساسي معه بعد ما استفاد منه. عندهم اخطاء شوي بالاتاك المفروض يعدلوه بالسيرفيس يعني لهلا بعد ما توصلوا لهيدي. هيدا تعليمات فريق الانوار. انخل دينيس. أرتور بيستقبل. دوكا بيضرب بيسجل. دوكا 21-23. فوق البلوك. دينيس عم بيطلب منه لوسام يزيح شوي تيقرب البلوك النص كمان على النقطة هون تيسكروا قد ما فيهم الزاوية الصغيرة. دوكا كمان بسيرفيسه عم بيعمل لهم إشكال كمان وإرباك كان لفريق الأنوار. هالمرة استقبال من دومي
جايلسكي بيتعرض للبلوك كمان مرة جايلسكي وبلوك تاني داخل الملعب 22-23 بالوقت الحرج بلوك فريق الزهرة عم يشتغل المرة التايم اوت لسينيسيا فريق الانوار ما عم يعرف يستفيد بالنقط الحساسة بالنقط اللي فوق يعني اللي بتجيب له البارتي ما عم يعرف يستفيد توب بلوكرز دوموتور وحدة كريستيان عساف وحدة بيير فارس وحدة وانخل دانيس وحدة الارسال لنيمانيا دوكيتش اللي اجاهم فرصتين تيسجلوا فرصتين ما قدروا يسجلوا فيها يعني كمان الكامستري اللي راكبه بفريق الزهره والخبره اللي عند لعيبته عامل كثير مهم بهيك مباريات دومي بيستقبل انخيل بلوك والتعادل والملعب عم بيولع الزهرة عم بيولع على هالبلوك على أنخيل دانيس يعني بلوكين بوقت كتير حساس وكتير فعال يعني دوكا بيل اوت مش مظبوطة هذه يا دوكا هلا طريقك فايت كان على البارتي تبديل عمر عبد الاحد عم يدخل بدل من وسام عم يفتش على البلوك ارسال فويتشيك جايلسكي هيدا اللاعب البولوني يميل بيستقبل فينيروا بيضرب فينيروا بيعادل 24-24 عودة وسام وخروج عمر أنا الزيلة أكيد سينيسيا منه راضي أبدا فريقه كان عنده تقدم 3 نقاط أوه. هلا اليوم كريستيان على السيرفيس صار هذا ثالث سيرفيس عم بيخسره مع انه كمان كريستيان السيرفيسات الصعبه تبديل كمان ديرار عم يدخل وغازي عم يخرج ديرار على الارسال استقبال عاطل ارتور بلوك اوت من ارتور 25-25 تقريبا نص ساعة على انطلاق هالمجموعة، مجموعة طويلة سريعة وأجواء رائعة ضمن بطولة لبنان اكس اكس ال انرجي درينك ميهايلو ميتيتش طابعة بتتخلص ما بتتخلص لكثير الزهرة عم يتقدم 26-25 يعني أغلاط بدي وقتها ارسال ميهايلو او سينيسيا عم بياخذ التايم اوت توب سيرفر نيمانيا دوكيتش وحدي وسام حسري وحدي ارتور زيك وحدي وميهايلو ميتيتش وحدي هاي تعليمات سيمو عطا الله لا بينيروا ولا ارتور توب سكوررز ارتور صار اول بسته مثله مثل كريستيان عساف مثل نيمانيا دوكيتش انخيل دانيس 5 وكوربن 5
بدل انه اللعيبه كلهم عم بيعطوا كله عم بيعطي عم يسجل. ميهايلو ميتيتش من جديد هالمرة، جايلسكي بيستقبل دومي، بيسجل دومي، تعادل 26-26. ارسال وسام الحصري، بيستقبل ارتور بينيروا 27-26. بالإعادة طابة في أتار، وهيدا أرتور الزايك، جامب سيرف من أرتور، استقبال من دومي، واو زوزو نهرة بعادل، ما معقول ملا مجموعة. دومي متعطش لايش صار له فترة. يعني دومي وكارفن عم يتنافسوا على افضل السيرفر. وضغط من الجمهور على دوموتور. طابة خارج الملعب. 28-27 للزهرة. ايش بس بفريق انوار. ديرار عبيد. Yeah.